أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز أخبار الساعة في دقيقة. التحالف العربي يؤكد استهداف مكتب الرئاسة في صنعاء بضربة جوية. قوات سوريا الديمقراطية تحرر مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، تحرير أكثر من 1000 رهينة من قبضة بوكو حرام في نيجيريا. قتيلان و14 جريحا في تصادم بين قطارين في ألمانيا. الرئيس الروسي يرشح ديمتري مدفيديف لتولي منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى. في أخبار الدراسات الصحية، التفكير بصوت عال أفضل طريقة لإنجاز الأمور، واستراحة لمدة 10 دقائق تساعد دماغ الإنسان على تخزين التفاصيل الدقيقة. وأخيرا في أخبارنا المنوعة، نجمات الأوبرا المصرية يحيينا ذكرى رحيل المطربة وردة الجزائرية يوم الخميس المقبل.